بعد سلسلة لقاءات قام فيها الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين مع القيادات اللبنانية، شو الطرح اللي حامله بجعبته، خاصة وأنه توقيتها زيارة حساس جدا من ناحية تطور الأمور بجنوب وما الذي تريده أمريكا تحديدا. الترتيبات بجنوب لوقف اطلاق النار، كانت إسرائيل عم تشترط انسحاب حزب الله دون أي كلام آخر فيما بعد تحكي لمسافة 10 كيلومتر بموضوع الترسيم 13 نقطة وغيره. اليوم جاي يطرح عرض متوازي، يعني تزامن مع هدنة متوقعة في غزة يجب أن تحصل هدنة في لبنان، هذه مصلحة أمريكية. عرض بانسحاب حزب الله 10 كيلومتر إلى شمال الخط الأزرق ومقابلة ترسيم 13 نقطة طبعا لمصلحة لبنان، بما يعطي حزب الله الغطاء للقول أنه إنجاز عمل إنجاز مقابل الانسحاب. هلا طبعا الانسحاب غامض، يعني هو 17-01 ماينس أقل من 17-01، ولكن أمريكا تريد أن تأخذ ورقة من الحزب هنا عبر المفاوضين طبعا الرئيس نبيه بري لكي تلجم إسرائيل عن الرغبة بالذهاب إلى حرب لتطبيق هذا الأمر سلما أو حربا. أين ملف رئاسة الجمهورية من هزيارة؟ وهل فعلا لا تشكل أهمية مقارنة بكيفية إنهاء الصراع بين أطراف النزاع؟ الملف الرئاسي أضافه إلى هذا الموضوع من باب أنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية لكي يشرف على هذا الاتفاق وترجمته إلى ترتيبات عملية، ولكن الشيء الأساسي فحوى مسعاه هو وقف اطلاق النار، عودة النازحين على الجانبين وإقامة هذه الترتيبات. ما قبل زيارة هوكشتاين ليس كما بعد، فهل هذه الفرصة الأخيرة لمحاولة الوصول إلى حل أم الأمور متجهة أكثر للتصعيد؟ عندما يقول هوكشتاين أنه الهدنة في غزة إذا حصلت ليس معناها حكما هدنة في لبنان، إنما يقول أن إسرائيل تتوجه إلى حرب، وبالتالي بالتأكيد هذه يعني من آخر المساعي قبل تصعيد الوضع. إذن بين التصعيد أم تهدئة الأمور، لننتظر ونرى ما ستقول إليه المفاوضات والتي هي رهن الأيام القادمة.